بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد ما شفنا بزاف ديال الحوايج في وسط لادو دوت نت، اليوم غادي نزيد واحد لوتخ، غادي نزيد واحد الشيء مهم بالنسبة لادو دوت نت. شفنا في الدروس السابقة كيفاش نتعامل مع اون باز دو دوني، كيفاش نستوكي فيها لي زانفورماسيون، كيفاش نموديفيو دوك لي زانفورماسيون او نسبريميو او نافيشيو دوك لي زانفورماسيون اللي كاينين في باز دو دوني بواحد الطريقه معينه، على حسب شي كونديسيون او نافيشيو لي زانفورماسيون كلهم على حسب لو شوا تاعنا. ولكن هاد لافيشاج هذا دائما كنا تنافيشي في وسط واحد الكونترول، في وسط كونترول، من هاد لي كونترول اللي كاين عندنا هنا تنافيشي. ولكن دابا غادي نشوف واحد الشيء اخر، هي كيفاش نافيشي، ما باقاش تنافيشي في هاد لي كونترول اللي عندي اللي هما مثلا داتا جريد فيو او لا ليست بوكس او لا ليست بوكس. بغينا نشوفو كيفاش نبريزونتي دوك لي زانفورماسيون في واحد الباج. نقاد لا ليست نتاع لي ستاجير باغ اكزومبل، نقادو في وسط اون باج، ديك الباج قادر باش نامبريميها، قادر باش بمعنى تبريزونتي لي زانفورماسيون بطريقه بطريقه معينه. طيب اذا باش نقادو هاد الكريس، باش نقادو هاد الباج او لا ما يسمى بالليطا، غادي نستخدمو كريسا ريبورت. غادي نستخدمو كريسا ريبورت. اذا غادي نمشي للبروجي تاعي كريستال ريبورت، ثم غادي ندير اجوتي. اذا قبل ما نبداو بعدا بينا نافيش، بينا نقادو في هذا الكور هذا، نقادو اول ايطا، بمعنى غادي نقادو واحد الباج اللي فيها لا ليست ديال لي ستاجير، باج فيها ناس ديال لي ستاجير. اذا باش نقادو هادشي غادي نمشيو اجوتي ثم نوفيل ايليمون. ثم لاحظنا هنا بزاف ديال هنا بزاف ديال لي كاتيجوري، وكل كاتيجوري عندها واحد المود، عندها دي موديل. غادي نمشيو حنا للكاتيجوري ريبورتين، ثم غادي نسيو الموديل كريستال ريبورت. كريستال ريبورت انا غادي نعطي واحد السميه، السميه مثلا ايطا ان افيشي لا ليست لا ليست ستاجير. طيب اذا ندير اجوتي. طيب انا لاحظنا عطاونا بعض لي تيب فاش نكري هاد الدوكيمون او هاد الدوكيمون تاعنا ولا هاد الباج. كاين عندنا اول اختيار اللي هو اون يوتيليزون لاسيستون دو كرياسيون دو رابور، بمعنى نستخدم مود اسيستون. ثاني اختيار اللي هو نقاد واحد الرابور فيد، بمعنى واحد الباج فيد انا ابخي غادي ناجوتي لها دوك لي كولون اللي بغيت او لي شونيم. عليه الاختيار الثاني ابارتيغ دان رابور اكزيستون، بمعنى تيكون عندي واحد الرابور ديجا وتنخدم عليه. هنا غادي نسيو مود اسيستون كبدايه، ثم غادي ندير اوكي. هنا غادي يعطيني السورس دو دوني، السورس دو دوني ديسپونبل اللي كاينه. هنا غادي نشوف نكري بيت افيشين لا ليست ديال لي ستاجير، هذا هو لوبجيكتيف فينال. اذا غادي نشوف تكونيكتا مع لا باز دو دوني في هذاك ديك لي طابل، في هذاك الطابل. ابري غادي نسيليكسيون الطابل اللي بغيت. اذا نمشي نفتح هذاك كري اون نوفيل كونيكسيون، ثم غادي نمشي لادو دوت نت او ال او دي بي. ابخي باش نفتح هنا هذا او ال او دي بي تيعطيني دوك لا ليست نتاع لي فورنيسور اللي كاينين، تيعطيني لا ليست ديال لي فورنيسور. انا غادي نسي الفورنيسور اللي هو مايكروسوفت او ال او دي بي بروفايدر فور اس كيل سيرفر، ثم غادي نزيد سويفون. هنا طلعت السميه تاع السيرفر، باش نعرف سميه السيرفر غادي نمشي لي اس كيل سيرفر، ثم غادي نمشي الفايل كونيكت اوبجيكت، ثم غادي نسي كوبي سيرفيس سيرفر نيم، ندير كوبي باش. طيب هنا غادي نحط السميه تاع السيرفر، ثم غادي ندير مع اكتيفي هادي باش تكون عندي اوثنتيفيكاسيون ويندوز. هادي ايكيفالون ايكيفالون انتيغريتد سيكيوريتي تساوي ترو. طيب ثم غادي نسيليكسيون. طلع هذا انا اون فوا تكتب لا باز دو دوني تنقول لي اوثنتيفيكاسيون ويندوز، تي افيشي لي لا ليست ديال لي باز دو دوني اللي عندي. اذا انا بيت باز دوني سميناها مثلا جيت ات ايزي، غادي ناكتي سيليكسيون، ثم غادي ندير سويفون، ثم تيرمين. اذا حتى لهنا غادي نكون انتهيت من اول مرحله اللي هي درت لا كونيكسيون بين هاد لا بين درت لا كونيكسيون بين السورس دو دوني اللي بغيت نجبد منه لي زانفورماسيون. قلنا السورس دو دوني هو باز دو دوني سميتها جيت ات ايزي في واحد الطابل ستاجير. اذا غادي نمشي هنا او دي تبيعو، ثم غادي نسي ستاجا. اذا هادي هي لا طابل اللي بنت نافيشي منها لي زانفورماسيون، ثم غادي ناجوتيها لي طابل سيليكسيوني. فهاد لابارتي هادي تيكونو دوك لي طابل اللي بنخدم بيهم. هنا في هاد الحالة عندي طابل وحدة هي ستاجا،
باقي غادي نشوفو من بعد كيفاش نخدمو بزاف ديال لي ستاجير ونديرو لا جوانتير اتسيتيرا. اذا سويفون ابخي غادي نشوفو كيفاش هنا كل طابل كيف ما هو معلوم تتحتوي على بزاف ديال لي شون. هنا غادي نشوفو لا ليست ديال لي شون غادي نافيشي، لا ليست ديال لي شون بغيت نافيشي. اذا غادي ندير في هذه الحاله كاع لي شون اخرين، ثم غادي ندير سويفون هاد لي شوز اخرين غادي نشوفهم لي طار اخرين. حيت حنا دابا الهدف تاعنا هو نقادو بخومييغ ايطار بطريقه سامبل، هنا تنساو الستايل وداكشي كله غادي نشوفوه ثم تيغمين. اذا هادي هي ليطار تلاحظو تتكون بزاف تاع لي سيكسيون. كاين سيكسيون ان فيها لونتيت دو رابور. بالنسبه لهاد الرابور اولا لي باج لي تن افيش فيهم هاد لي زانفورماسيون يقدروا يكونوا الا كان عندي واحد بازو دوني عامره واحد لا طابله عامره بزاف يقدر يكون عندي مثلا 20 باج 30 باج حتى ال ام باج. اذا نفترضوا حنا مثلا عندي 20 باج، هاد لا بارتي الفوقانيه نتاعت اونتيت دو رابور هي اللي تنافيشي فيها دوك لي زانفورماسيون اللي بيكونوا في الاول ديال الرابور، في الاول ديال الرابور. اذا نفترضوا هنا 20 باج، هاد البارتي هادي غادي تبان في الباج الاولانيه، غادي تبان في الباج الاولانيه. ثم عندي هاد لابارتي التانية، هاد لابارتي اللي هي اون تيت دو باج، هاد الميساج اللي كاين هنا غادي يبان في الفوق تاع كل باج. اذا عندي مثلا 20 باج، هاد الميساج اللي غادي نكتبو غادي يبان في الباج الاولى بوحدها، هاد الشيء اللي كتبو هنا غادي يبان في الباج كل باج في الفوق تاع كل باج، لون تيت تاع كل باج. ثم عندي هنا الكونتوني، هنا الكونتوني بمعنى لا ليست ديال دوك لي هنا هما لي زانفورماسيون اللي بغيت نافيشي. اللي كان عندي بي دو رابور بمعنى الاخر تاع الرابور، الاخر ديال الرابور بمعنى قلنا عندي 20 صفحه، هادشي اللي غادي نكتبو هنا غادي يبان في الاخر ديال الرابور بمعنى في الباج 20. اللي كان عندي هاد لابارتي هادي فيها البي دو باج بمعنى داكشي اللي تيكون في كل باج لتحت نتاع كل باج، بمعنى هادي كيفالون تاع هي هادي، ثم لا سيكسيون 4 اللي كيفالون تاعها هي ان. اذا تالا هنا كخينا هاد ليطا غادي نشوف كيفاش نافيشيو دوك لي زانفورماسيون. باش ندير واحد لابيغسي لهاد ليطا هادي غادي نمشيو لهنا نكليكو على ابيغسي رابور برانسيبال. اذا تلاحظ ان اون فوا كليكات عليه افيشا لي هاد لي زانفورماسيون بهاد الشكل هذا. انا كاين عندي الكود ديال الستاجر، هنا لو نو، هنا البخينو، ثم هنا لاش. لاحظنا سو فورما بحال شكل باج. هنا الا كانو عندي بزاف ديال لي باج غادي ندير بلاصة بهاد لي بوطون اولا نكتب الرقم تاع الباج هنا. ثم هنا لاحظنا انهم ديزاكتيفين حيت عندي سولمون باج ان، وممكن امبريمي من هاد امبريمي لو رابور اولا اون اكسبورتي هاد الرابور نغوجيستخي سو فورما تاع بي دي اف اولا فيشي وورد اولا اي حاجة، سي هنا الفورما اللي بغي. ثم انا تنحدد هاد الحجم تاع الباج مثلا، نشوفها كي دايره الحجم تاع الباج. حنا كيف ما لاحظنا هنا تيبان هاد ليطا هي تخي سامبل، بمعنى ممكن باقي غادي نشوفو في لي سيونس بروشين كيفاش نموديفيو على لو فون، نغيرو الخط مثلا، نغيرو الكولور، بزاف ديال الحوايج غادي نشوفهم. نقادو لون تاع ليطا بي دي تاع لون بي تاع رابور، بزاف ديال الحوايج. اذا لاحظنا هنا تافشلنا هاد الرابور فيشي دو تيب كريستال رابور. دابا نشوفو كيفاش ناجوتيو هذا الرابور لوست فوسط واحد الفونيتر. اذا باش اجوتي لو صاد فونيتر غادي نمشي نكري فونيتر جديده، غادي نمشي فورم اجوتي فورمولير ويندوز اسمها فورم 2. طيب اذا باش نعيط على داكشي اللي كان في وسط ليطا نحطو هنايا، غادي ناجوتي واحد الكونترول اللي هو كريستال ريبورت فيو ماشي. انا تلاحظ هو اوتوماتيك اون فوا اجوتي الباج شي يتسير على حساب الفورم كلها، وين فوا تموديفي الفورم تا هو تا هاد الكونتوني تاعو تيتموديفا اوتوماتيك، بمعنى ان هذا لوبجي تا ياخد لا ميم ساز اللي كاينه في وسط لا فورم. ممكن ديزاكتيف لي هاد لوبسيون انيلي لونكراج دون الكونتينر بارون ماشي. اذا دابا بقات لي كيفاش نعمر هاد الرد، نعمر هنا هاد الكونترول نعمرو بدوك لي زانفورماسيون اللي كاينه في وسط هاد ليطا. باش نهز هاد لي زانفورماسيون من ليطا ما باقيش يتافيش في هاد ليطا، يتافيش في وسط هاد الفرن، غادي يمشي لهاد السامة تاع الصير، ثم غادي ندير شوازي رابور كريستال، ثم غادي سميتو كاين هنا رابور واحد وهذا، ثم غادي ندير اوكي. طيب اذا غادي نمشي للبروجي تاعنا، ردو لا فورم جوج هي تتاكزيكيت تا الاولى،
comment dire, exécuter. إذا نلاحظوا أنني أفشت هذه الديزانفورماسيون في هذه الليطة، وهذه الديزانفورماسيون تيبانو داكشي تيبان منظم، ونزيد حق نأمبريم، نزيد حق ندير أي حاجة. إذا هذا أول مثال ديال الليطة، حنا غادي نشوفو بزاف ديال لي زيكزومبل الآخرين. هذا أول مثال اللي هو تخي سامبل، ما غاديش نشوفو بزاف الحوايج في الجروبمون في لا ريشيرش بزاف النص. إذا انت لهنا تيبان لي الفكرة تاع الليطة توضح هي تخي سامبل، ولكن هذه أول إيطا قالتلنا تخي سامبل ما كانش بزاف الحوايج. غادي نتشوفوا في درس آخر اللي غادي نزيدو نافونسيو شويه في ليطا. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.